في حل ثالث، وهو انه ما تعاملش مع السيستم ده كسيستم كانتليفر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو فكرنا في الحل الاول اللي هو ده كان ان انا استعمل كولوم. الكولوم اللي انا لو كنت استعملته في المكان ده كان هيبقى بالنسبة لي سبورت، ده هيبقى سبورت وده هيبقى سبورت، ارتكاز. طب ما انا ممكن اعمل الارتكاز ده بس بشكل اخر. يعني الارتكاز ده مشكلته في المرة الاولى انه كان هيضايقني معماريا في الدور الجراوند. ايه الحل التاني؟ الحل التاني هو ان انا اعمل هنا ارتكاز بس ما ينزلش في الدور الارضي. ازاي ده؟ لو اخدنا elevation view للشكل ده، انا عندي العمود بالشكل ده كده، ده دور او ده مستوى 0 او مستوى 60 او مستوى المدخل بشكل عام، وعندي هنا سلاب الدور الارضي، وطبعا دي مكملة، يعني ده كده سيكشن وهنا ده الوضع بالطريقة دي. هيبقى عندي هنا سلاب بالشكل ده كده، انا مش قادر ان انا اضيف عمود يكمل لتحت، مش هقدر اعمل ده. طب انا ممكن اشد السلاب دي بدل ما هي بتنقل احمالها للجزء اللي تحت، وبالتالي اسمح ان الجزء ده يبقى فراغ، ان انا اعمل الشكل ده، ان انا اشد السلاب دي من فوق. يبقى العمود ده، العمود الطرفي ده، بيتحمل السلاب والسيستم ده عن طريق طاي. هنا كده الحمل منقول تنشن، بشد السلاب، وبالتالي هنا السلاب اللي باللون الريد دي ما بقتش كانتليفر، لا دي بقت مرتكزة بالطريقة دي كده. لو احنا خدنا الستراكشر سيستم بتاعها، بقى فيه هنا ارتكاز وبقى فيه هنا ارتكاز، بس الارتكاز هنا بقى طاي، بقى شداد، الحديد بتاعه بيمتد ويطلع لداخل العمود. طبعا الكلام ده هكرره مع باقي الأضواء، يعني هعمل نفس الكلام ده بالشكل ده كده وكمل. ده لو العمود مكمل بالشكل ده كده، يبقى انا هيبقى عندي تحت الطاي، وهيبقى عندي الطاي بالشكل ده كده، وده السلاب بتاعت الدور اللي فوق. طب في النهاية هوصل انه في سلاب مش قادر اعمل ليها طاي، اللي هي السلاب بتاع الدور الاخير، يعني دور الروف، هشدها لفوق فين؟ ما هو خلاص ده الروف، مفيش حاجة فوق، فوق السكاي السماء، وبالتالي مش هينفع ان انا اعمل الشداد ده اللي باللون ده، مش هينفع ان انا اعمله. اذا في الحاله اللي زي دي بلجأ بقى لنوع اخر، وهو الاسترات. يعني انا ممكن في السلاب دي اعمل كده، وخلينا نعطيه لون مختلف باللون الاسود ده، ده هيبقى استرات، يعني اليمنت شايل السلاب اللي فوق عن طريق الكومبريشن. يبقى انا كده العمود شايل حملين تاي اند سترات، ودي اللي احنا بنسميها الستراتن تاي تكنيك. ستراتن تاي يعني جزء من السلاب متشال بطريقه التاي، وجزء من السلاب متشال بطريقه الاسترات.